على خير واهلا بيكم في فيديو جديد من رواندا، هو اول فيديو كيو ان اي في القناه. وقبل ما نبدا كيو ان اي لازم الاول ناخد الدواء. 9 و1 زرقاء. صباح الفل. تعالوا احكي لكم حكايه الدواء ده ايه. صباح الخير، صباحكم جميل ويوم جديد من رواندا. دلوقتي سايبين كيجالي، احنا دلوقتي على مدينه كده صغيره كده على حدود الكونغو الديمقراطيه. هنبدا يومنا كده ومتحمسين للي جاي. يعني حبيت اوريكم النهارده صحيت من النوم لقيت عندي حاجات كده تقريصات وبتاع مش عارف ايه، كنت مفكره ناموس بالليل، صحيت الصبح لقيت جسمي كله يعني متخربط. يعني بصوا يا جماعه حاجة كده يعني مش عارف، بعاني من ساعة ما صحيت من النوم وانا عمالة. بس الموضوع ما كانش على الحبوب الصغيرة دي والسلام. بعد ما طلعنا مدينة كيجالي وصلنا مدينة ريبوب، واول حاجة عملناها ان احنا رحنا للمستشفى بتاعت المدينة عشان الموضوع بدأ يستاد. رحنا لهم هناك ادونا حقنتين وقالولنا كله هيبقى تمام. بس اللي حصل تاني يوم الموضوع قلب بحساسية شديدة جدا، ورجعنا تاني للمستشفى وهناك قرروا ان هم يحجزونا لمدة يومين. ومن ساعتها ما شفناش حاجة في المدينة غير الأوضة دي. I'm fine. I'm very fine. Positive energy يا جماعة. أنا ضربت 3 من دول و3 حقن كورتيزون وحقنة أدرينالين وحقنة أنتي هيستامين وبتاع شرطين أنتي هيستامين، ويعني إيه جاي لكم بقوة. يعني هتحول، انا حاسس ان انا هتحول بعد الدواء ده كله. هنا كنت مفيص يعني كل جسمي تعبان بت ليلة، والنهارده بقى تاني يا رب نمشي النهارده. ده كانت يعني خطتنا لمدينة روبافو، والليك كيفو اتدمرت تماما في الكام يوم اللي قعدناهم في المستشفى دول. كانت الفرصة الوحيدة ان احنا نشوف الليك هو النهارده عشان يعني نبقى ما جيناش هنا وما شفناش البحيرة الجميلة. الحمد لله يعني الجو ما كانش اعظم حاجه في اليومين اللي فاتوا دول، وكان جو يعني ممطر ومغيم والدنيا زي كده، فالواحد ما زعلش كتير. النهارده دلوقتي بقى ايه، نرد على اسئلتكم ونرجع تاني على مدينه كيجالي عشان نكمل رحلتنا. رغم ان احنا طلعنا من مدينه روبافو من غير ما نعمل او نشوف اي حاجه من اللي كنا مخططين لها، بس سيبنا فيها ذكريات حلوه. ده كفايه حتى وقفه دومينيك معايا اللي كانت ب 100 راجل ايام المستشفى. يعني ساعات كده تحس ان مش كل الاوقات الحلوه لازم تكون سهله وممتعه، ساعات الاوقات الصعبه برضو بيبقى لها طعم حلو. صباح الفل. رجعنا كيجالي. امبارح الجو كان مغيم شويه وبتاع وكان في شويه امطار وزحلقه، صورناش حاجه. بس النهارده الحمد لله الجو حلو، كل حاجه تمام، ومتحمس للي جاي والكام يوم اللي هنقعدهم في كيجالي عشان عندنا هنحضر بقى للفيديوهات اللي جايه بتاعت رواندا. يعني مش فلوجات بس يعني هتبقى حاجات احلى من كده بكتير، خاصه كمان ان الفيديو اللي جاي ده هيكون معانا فيه كولابريشن مع واحد من اهم اليوتيوبر الموجودين في مصر، فيعني استنوه هيعجبكم جدا. نيجي بقى نجاوب على اسئله الكيو ان اي. كميه الاسئله اللي جات لي الفتره اللي لما كتبت الكام بوست اللي كتبتهم دلوقتي على التويتر وعلى فيسبوك وعلى انستجرام كميه رهيبه، وكلهم بالنسبه لي اسئله مهمه ومش عايز افوت منهم حاجه. فيلا نبتدي. اول سؤال واهم سؤال من كوب مشاري بيقول تشجع ايه في السعوديه. عايز اقول لك ان انا اتحادي صميمي والنصر بيجري في دمي والهلال يعني روحي، وكل الانديه العرب يعني مش عايز اقول لك كلهم كده في بعض يعني. وانديه عالميه ريال مدريد، بس لو صلاح بقى في المنافسه ما اقدرش اقاوم. ليلى بتسال بتقول ايه الحاجه المشتركه بين الشعوب اللي قابلتها، وهل الناس تتعامل معك بحب وعطاء وبالنسبه لهم انت غريب ولا لا مكان لك بينهم؟ في الحقيقه يعني السؤالين دولت اجابتهم واحده. الحاجه المشتركه ما بين الشعوب دي كلها كانت طيبه قلبهم والصفاء والنقاء والفطره اللي هم عليها. بس يعني فده يفسر لك ان الناس ديت ما حسسناش في يوم واحد بس بالغربه، ولغايه دلوقتي ما حسسناش في الغربه من ساعه ما بدانا الرحله لغايه دلوقتي. واصلا لما بفكر ان انا راجع مصر بحس ان انا رايح الغربه بعيد عني. عادل البقمي بيقول اوصف لنا شعورك، وهل في خوف من التفكير في الاشياء اللي كنت تغامر فيها؟ بس الخوف ده واحد من الحواجز اللي لازم تقابلك مع كل حاجه جديده انت عايز تعملها. من ساعه ما قررت استقيل لغايه دلوقتي كل قرار باخده لازم يكون ملتصق فيه شويه خوف كده. مجرد ما بقى بعدي الخوف ده كل حاجه بتكون سهله. يعني
زي ما بيقولوا كده ان السعادة ورا كل حواجز الخوف. ف يعني اكسروا خوفكم يا جماعه. احمد بيسال بيقول اغرب اكله سمعت عنها في بلد انت زرته. على الحدود ما بين ملاوي وزامبيا، المنطقه دي منطقه جبليه، فواحده من الاكلات الشعبيه هناك ان هم بياكلوا فران، بياكلوا الفران الصغيرة بيبقى لها مواسم يعني 6 و7 و8. في الشهور ديت بيعملوا مصايد للفران كده وبيصطادوهم ويجيبوهم يسلقوهم يحطوهم في الشمس يحطوهم في عصيان كده وياكلوهم بكل حاجه فيهم كده يعني، اسفين على التعبير. ومتعب بيسأل بيقول هل مررت بلحظة ضعف او تعب تمنيت ان انك ما قمت بهذه الرحلة؟ مش عايز اقول لك ان انا حتى بعد موقف المستشفى وكل المواقف اللي بتمر علينا يعني مهما كانت صعبة، بس كل مرة وبعد كل موقف وكل يوم التجربة ديت لو الزمن رجع بيا تاني هاخد نفس القرار اللي انا خدته، وسعيد جدا ان انا خدته لغاية دلوقتي يعني ما جاش كده لحظة ندم واحدة بس عدت عليا ان انا ما عملتش الرحله ديت. وتاني حاجه بيقول ما هو محفزك الحقيقي اللي خلاك تقوم بهذه الرحله؟ افريقيا بالنسبه لي من وانا صغير كانت حلم كده، ولما كبرت كنت حاسس كده ان افريقيا مش مجرد بس الحاجه الوحيده اللي احنا بنشوفها في الاعلام بتاعنا، ومجاعات وحروب وناس مش لاقيه تاكل والكلام ده كله. كنت حاسس ان يعني ان القاره ديت وراها يعني جمال كده غير محدود، فقررت ان انا اجي اشوف بقى الكلام ده واشوفه بنفسي يعني. فديت من الحاجات ده المحفز الرئيسي ورا الرحله دي. فهد بقى بيسال سؤال مهم جدا بيقول ليه ما تعمل نفس رحلتك بدول الخليج؟ بص يا فهد، انت لو جيت افريقيا هنا يا فهد وشفت الناس الافارقه يعني واحد مثلا اوغندي رايح رواندا مثلا بيحتاج ايه عشان يسافر؟ ما بيحتاجش حاجه في حياته خالص غير ورقه كده بيضه فاضيه كده بيختم عليها ختمه دخول وختمه خروج من غير اي مشكله، السفر سهل. انا بقى لو محتاج اسافر في دول الخليج او اي دوله عربيه محتاج فيز من هنا لهنا عشان اعرف اسافر اعمل رحله زي اللي انا بعملها ديت في دول الخليج. مش عايز اقول لك اصلا ان واحد من احلامي ان انا اعمل رحله ديت باذن الله يعني لو ما الوضع استقر في المنطقه العربيه ويمن وسوريا والحتت ديت، عايز اعمل رحله من الرحلات ديت ان انا ما احتاجش طياره ان انا اسافر بين الدول العربيه واروح من دوله لدوله ونشوف الدول ديت من جوه عامله ازاي، عشان معظمنا اصلا ما يعرفش دولنا من جوه عامله ازاي. مسلم بيسال بيقول امتى بالظبط حسيت ان انت لازم تبدا؟ قرار بدا جه كده لما حسيت ان مفيش امل. مفيش امل يعني مفيش امل ان انا احصل على السعاده بتاعتي غير ان انا ابدا. حسيت كده لما الروتين بدا يقتل في حياتي وياكل منها كده خلاص، حسيت ان انا يعني ايه لو ما نطيتش من مركب الروتين ديت هتاخدني وتغرق. فده قرار بدا يجي من هنا. ابراهيم بقى بيسال سؤال مهم جدا، اوكي لما يعني اوكي لما اللي هو يعني لغايه امتى؟ والله يا ابراهيم لغايه اخر يوم في حياتي. هفضل اجري ورا الحلم احلامي كده لغايه ما الحياه تنتهي خلاص يعني. الواحد لما بيلاقي الحاجة اللي بتبسطه يفضل ماسك فيها. محمد فكري بيسأل ما خفتش من اي دولة وانت بتعدي حدودها لما تكونش امان او فيها قلق؟ لا قدر الله كل الدول اللي عدينا الحمد لله عليها كلها امان وما حسناش في لحظة من اللحظات بنواجه اي شكل من اشكال الخطر. هي بس في الفيديو ده اللحظة الوحيدة اللي حسينا اللي هتلاقوه في الاي دي هي اللحظة الوحيدة اللي حسينا فيها الخطر واحنا بنعدي الحدود ما بين موزمبيق وتنزانيا. اتفرجوا على الفيديو ده عشان انا بحبه جدا. عمر بقى بيسأل بيقول بتنصح الشباب بتكرار تجربتك؟ طبعا يعني مش الشباب، الصغيرين والكبار والشباب وكل حد. الموضوع مش نفس التجربة تاخدها كوبي بيست وبتاع، لا شوف حلمك اجري وراه سيب كل حاجة بتضايقك في حياتك، هي دي التجربة. سراج مهمة بيسأل بيقول احكي لنا حاسس ايه في حياتك الجديدة واعمل مقارنة بين يوم قبل ما تسافر ويوم بعد ما سافرت. شوف بقى يا سراج، لو جبنا اليوم اللي قبل ما اسافر هنا واليوم اللي بعد ما سافرت هنا، قبل ما استقيل وبعد ما استقيل، اليوم ده كنت بنام عشان احلم واشوف احلامي بس في المنام، اليوم ده كنت بصحى بدري كل يوم عشان احقق الحلم اللي انا عايزه بس كده. في سؤالين اكثر الاسئله تكرارا في كل الاسئله اللي انتوا سالتوها ديت يعني. السؤال الاول ايه خط سيرك في الرحله وهتخلص الرحله دي امتى؟ خط سيرنا في الرحله احنا دلوقتي موجودين في رواندا، من رواندا هنروح اوغندا كينيا اثيوبيا السودان ومصر، هنخلص امتى؟ يعني حوالي 4 شهور ونص. نيجي بقى لاجابه السؤال الاكثر تكرارا على الاطلاق، ايه اللي بعد الرحله وناوي وهيحصل ايه بقى لو فلوسك خلصت وهنشوف عفيفي فين
في السفرية اللي جاية والقرارات اللي انت ناوي تسافرها، هل هرجع الشغل تاني اللي انا كنت شغال فيه لو فلوسي خلصت والكلام ده كله. بصوا يا جماعة، يعني رحلة افريقيا دي هتخلص، ناخد لنا بطل طبعا فترة راحة بقى، نشوف اهلنا وعيلتنا ويعني نريح شوية بعد الايه، بعد الكام شهر دول. بعد كده كل حاجة تعتمد على الماديات. ايه هدفي المستقبلي وخططي على المدى البعيد ان انا يكون اعتمادي الكامل وحياتي الكاملة ان هو يكون دخلي من اليوتيوب، ان انا اقدر يكون عندي حرية كاملة، حرية مادية كاملة، بحيث ان انا اقدر اشتغل من اي مكان في العالم، اللي هو الانتاج المحتوى ده، المحتوى اللي بيوصل لكم ده، اكون بشتغل من اي مكان في العالم واقدر اسافر كل مكان ان انا عايز اسافره. فدي الخطة بتاعتي على المدى البعيد. عشان احقق الخطة ديت بقى، في حاجات في اوقات في النص كده هيبقى فيها تعثر انا جاهز لها. يعني حتى لو اليوتيوب ما جابليش فلوس والفلوس اللي معايا كلها خلصت، عندي كذا خطة بديلة متعلقة طبعا باحلامي والحاجات اللي بحبها، هقدر اجيب منها فلوس واحوشهم وابدا سفر تاني. وبالتاكيد طبعا مش هرجع اشتغل الشغلانه اللي انا كنت شغال فيها قبل كده وكنت زهقان منها، عشان الموضوع اصلا ان انا ايه، انا سبت حياتي القديمه اللي كانت كلها روتين وملل وحاجات كلها بعملها وما بحبهاش، ان انا اعمل كل حاجه بحبها. وايه خطط بقى السفر المستقبليه؟ احنا عندنا خطط ان احنا نسافر في افريقيا واسيا واوروبا وامريكا الجنوبيه يعني كل الحاجات ديت، كل الخطط ديت موجوده ومحطوطه في الملفات كده ومتركنه ومستنين بس ان احنا ايه يعني الامكانيه، ويا رب نلاقي وقت نحقق كل الكلام ده. وكلها هيبقى سفر بطريقه مختلفه تماما عن طريقه السفر المعتاده اللي كانت في دماغه يعني. فهتشوفوا تجارب يعني اخطر من التجربه اللي احنا فيها دي بكتير، يعني هتشوفوا ايام زي الفل. احمد حمدي بيقول كلمنا عن الاكل في كل دوله رحتها. كل دوله، بصوا يا جماعه، ملخص الاكل في كل الدول، معظم الدول اللي احنا زرناها كان عندهم دوله عندهم اكله معينه كده اسمها صدزه واسمها نسيمه ونشيمه وجالي، هي اكله واحده، هي عباره عن مسحوق ذره بيعملوه كده بطريقه معينه وبيغمسوه بيحطوه يعني بياكلوه بايديهم كده ومع اي نوع من انواع الخضار. اللي بيختلف الدول الموجوده على الساحل عشان متاثرين بالثقافه الهنديه وثقافتنا العرب، فبتلاقي عندهم رز وطبيخ ببهارات كده، فعشان كده بتلاقيني ما بتكلمش في الاكل كتير عشان ثقافه الاكل عندهم هنا يعني مش واسعه اصلا. احمد مجدي بيقول قابلتك حاجات تضايقك في من المجتمع والناس ولا لا بسبب انك سايب شغلك وبتعمل الحاجه اللي بتحبها اللي في نظرهم ما لهاش اي لازمه؟ مش عايز اقول لك يعني انا بقى عندي لا مبالاة من الناس، يعني انا بقيت بقى الناس بيتكلموا في مكان انا بعمل الحاجه اللي انا بحبها، وانا شايف كده نفسي سعيد والناس كلها عماله تتفرج عليا تقول لي المجنون ده، ايه الاهبل ده، انت بتعمل ايه بتاع الكلام ده، انا مش شاغل دماغي. فديت امتهالي اهم حاجه في تحقيق الحلم. سؤال من محمد الهام بيقول محمد اذا شفت حد عمل كوبي لمشروعك وبمعنى ادق لحلمك شو راح تكون رد فعلك؟ بس اي حد يعمل كوبي لحلمي وهو مش حلمه هو اللي هيكون تعيس يعني، بس اي واحد بيحاول ان هو يعمل كوبي لحلمه هو بطريقه انا مثلا او باي طريقه ان هو يعني بيحاول ان هو يحقق حلمه ده هيلاقيني وراه وهيلاقيني في صفه. القناه ديت انا اصلا عملتها عشان كنت في وقت من الاوقات كنت بدور على حد يقول لي اللي انت بتعمله ده صح مش غلط، روح يعني احنا معاك كل الكلام ده، كنت بدور على الكلام ده وما كنتش بلاقيه كتير. فقررت ان انا اعمل القناه دي بحيث ان انا اكون دافع لو الواحد في المية بس من الناس اللي بتشوفني ان هم يحققوا الحاجة اللي نفسهم فيها. فأي حد عايز يحقق حلمه يا جماعة روحوا وانا معاكم واقف في ظهركم. واحد بقى من الاسئلة اللي واحد برضو من الاسئلة اللي اتكررت او في شكل مختلف، يعني ايه اكتر دولة فيها مقومات عيشة حلوة، وايه اكتر دولة عجبتك وطبيعة شعبها وناسها، وايه اكتر دولة ممكن تشوف نفسك ان انت تقعد فيها مدى حياتك؟ الاجابة يا جماعة تنزانيا. تنزانيا كده فيها روح كده اللي هي ايه بتاعتنا دي، تعرف الفلفل اللي موجود عندنا في مصر، الناس زحمه والناس وبتاع ومش عارف ايه، وان انت تلاقي كل حاجه موجوده محتاجه انت موجوده في الشوارع موجوده في تنزانيا. الجمال، طب جمال الطبيعه في تنزانيا خرافي، بلد حلوه كده ولها روح مختلفه، ده غير كمان ان الناس هناك متاثره بالثقافه العربيه جامد. ف يعني لو فكرت ان انا اقعد في افريقيا في بلد هتكون تنزانيا، ده غير بقى يعني في البلد اللي انا زرتها طبعا. محمد حسين كمال صديقي من ايام الطفوله بيسال اهم سؤال، بيقول لي جاي المحله امتى؟ عايز اشوفك واعزمك على شيشه كيوي. انا جاي لك يا محمد وهنعمل فلوج جامد مع بعض، بس ماليش انا في شيشه كيوي، انا راجل بحافظ على صحتي لا للتدخين. سؤال بيقول هل وصلت لمرحله الياس او كنت دايما متسلحا بالامل برغم الظروف؟ الامل ده صاحبي كل يوم، انا لغايه دلوقتي ما حققتش الحلم اللي انا عايز اوصل له اصلا، بس كل يوم بصحى الصبح يعني بقول ايه الحاجه اللي انا ما حققتهاش امبارح
ممكن احققها النهارده. فده امل كل يوم يعني مولود معايا. دي كانت كل اسئلتكم. يعني لو في حد ما جاوبتش على سؤاله يا ريت ما يكونش زعلان مني. وهيكون عندنا فيديوهين الفتره اللي جايه باذن الله تجاوب على بقيه الاسئله اللي ما جاوبتش عليها، خاصه ازاي ان احنا بنمول الرحله والمصروفات اللي بنصرفها كل يوم والبادجت بتاعتنا وكل الاسئله المتعلقه بالامور الماليه ديت، هنعمل لها فيديو مخصوص بيها. وفيديو تاني هيكون عن ازاي ان احنا بنخطط الرحله وكل الكلام ده، هيكون قريب جدا باذن الله. وشكرا جدا على اسئلتكم، كنت مبسوط جدا وانا برد على كل سؤال فيها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل 50,000 مشترك خلال الشهر اللي جاي. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.